تحية طيبة مجددة ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سنحاول أن نتعرف فيه على كيفية كتابة مطلب تركيب، مع العلم أننا في اللقاءات ولا في المقاطع ديال الفيديو السابقة حاولنا نتعرف على كيفية كتابة مطلب المقدمة، وتعرفنا كذلك كيفية كتابة مطلب التحليل، وتعرفنا بالإضافة في اللقاء السابق على كيفية كتابة مطلب المناقشة. إذن في هذا اللقاء غنحاول نتعرف على كيفية صياغة مطلب التركيب، سواء تعلق الأمر بمنهجية تحليل النص الفلسفي ومناقشته، أو منهجية السؤال الإشكالي المفتوح، ومنهجية القولة المرفقة بأحد المطالب. طيب، إذن كنا سابقا ودائما بصدد الاشتغال على واحد النص اللي هو واضح أمامكم، والذي أتى في إطار يعني الامتحان الوطني سنة 2017، المرتبط يعني بمسلك الآداب والعلوم الإنسانية. حاولنا نديروا له المقدمة، نطبقوا عليه ونديروا له المقدمة، ونديروا له كذلك التحليل، ونصيغوا له كذلك المناقشة. الآن غنحاولوا نشتغلوا على نفس النص ونديروا عليه، بمعنى باش ما نبقاوش غير نظريين كننظروا، وانما نكون كذلك تطبيقيين، بمعنى سنتعرف على نموذج تطبيقي لمطلب التركيب. طيب، اذا لا باس يعني اننا نذكروا بمطلب المناقشه ونعرفوا شنو هي المواقف اللي ديجا درناها لاننا سنحتاجها في اطار مطلب التركيب. اذا هذا النص يعني الذي رايناه والذي كنا بصدد الاشتغال عليه يتبنى اطروحه مفادها، وهو ان اساس هويه الشخص هو كل من التفكير بمعنى الفكر او العقل او الوعي، وكذلك الذاكره بمعنى كيحاول يربط لنا الهويه ديال الانسان ولا هويه الشخص انطلاقا من عنصري الذاكره والتفكير، بمعنى ما هو داخلي مرتبط بالذاكره والفكر، وكيعتبرها كذلك انها هويه ثابته وليست متغيره. وحاولنا نناقش هذا الموقف ديال صاحب النص انطلاقا من موقف ديكارت اللي كيقول لنا ان الفكر هو اساس الهويه، وبالتالي كيتفق مع صاحب النص في كون الفكر هو اساس الهويه وان الهويه هي ثابته وليست متغيره. وحاولنا نناقش كذلك جون لوك اللي كيقول لنا ان اقتران كل من الشعور والذاكره الامتداد ديال، بمعنى اقتران كل من الفكر والشعور وامتدادهما يعني في الذاكره هو اللي كيحدد لنا الهويه ديال الشخص. وكذلك موقف الفيلسوف الالماني شوبنهاور اللي كيقول لنا ان الاراده هي اساس هويه الشخص. اذا الان غنحاولوا نتعرفوا شنو هي العناصر المكونه والتي يتضمنها مطلب التركيب باش نكتبوه. اذا اولا خصنا نديروا استخلاص نتائج التحليل المناقشه، درنا التحليل ودرنا المناقشه، اذا في التركيب ديالنا احنا مطالبين نديروا واحد الاستنتاج ولا واحد الخلاصه ولا واحد الحصيله ديال هذوك التحليل والمناقشه. بعدها في مرتبه ثانيه غنحاولوا نديروا امكان تقديم راي شخصي مدعم. اذا الا كتشوفوا معايا هنا كتامنوا معايا كيبان لكم ديك امكان، لكن واخا كتشوفوا ديك امكانيه بمعنى كنقولوا امكانيه تقديم راي شخصي المدعم، كاينه امكانيه ندير راي شخصي ديالي وكاينه امكانيه ما نديروش، ندير غير خلاصه ديال التحليل ديال التحليل والمناقشه ونوقف. لكن الله يرضي عليكم اللي بغيت نوصي هو ان هناك من يعتبر على ان ماده الفلسفه هي منذ البدايه منذ المقدمه والتحليل والمناقشه هي عباره عن ذاتيه حاضره او اسلوب شخصي ديال ولا راي شخصي ديال التلميذ، لان التلميذ مادام كيكتب مقدمه كيكتب انطلاقا من اسلوبه الخاص، وفاش كيحلل لنا النص كيحلله انطلاقا من نظرته الشخصيه واسلوبه الخاص ومجهوده الشخصي، فاش كيناقشها بالتالي كيصدر واحد الحكم ديال القيمه كيدير لنا القيمه والحدود، فهو يحاكم تلك الاطروحه انطلاقا من اسلوبه الشخصي او الاسلوب الذاتي ولا الذاتيه ديالو كتكون حاضره. وبالتالي اللي كيعتبر ان مطلب التركيب سواء درتي فيه الراي الشخصي درتيه ولا ما درتيه ماشي مشكل، لان الراي الشخصي هو حاضر على طول هذاك الموضوع المقالي. لكن احنا تفاديا لان كاينين من الاساتذه المصححين اللي خصو هو كيشوف كيجوه دوك العناصر ديال الاجابه يوم الوطني اللي غتشوفوها الان، كاين هنا خلاصه تحليل المناقشه وكاين ابداء الراي الشخصي المبني، كتجي هاد العناصر ديال الاجابه كيقول لك فوالا التركيب التلميذ خصو يذكر لينا في التركيب خلاصه ديال تحليل المناقشه وخصو يدير لي ابداء الراي الشخصي المبني، وبالتالي انا خصني نقرا التركيب نلقى فيها هاد جوج عناصر.
الا لقيت غير الخلاصه راه ديال بمعنى انه ما دارش راي شخصي وبالتالي غيضيع هذيك النقطه ديال الراي الشخصي. لذلك تفاديا اننا نتصادفوا مع هذا النوع من الاساتذه الله يرضي عليكم، لا باس اننا نديروا الراي الشخصي ديالنا في التركيب ونديروا هذا الراي الشخصي باش اننا نحصلوا على ديك النقطه ديال الراي الشخصي، لانه راه خصصت لي الاطر المرجعيه ولا عناصر الاجابه نقطه، في حين جوج نقط مشات للخلاصه والتحليل والمناقشه، مع العلم ان مطلب التركيب راه عليه ثلاثه النقاط. لكن فاش نعطوا الراي الشخصي ديالنا راه رسميته راي شخصي مدعم ولا حسب العناصر ديال الاجابه راي شخصي مبني بمعنى وفق حجج. راه لا يصح انني نقول انا اعتبر ان اساس هويه الشخص هو الفكر نوقف، ولا انا اضم صوتي وكانني اشارك في الانتخابات للفيلسوف الفلاني الذي يعتبر كذا وكذا وفقط نوقف. هذا راه ليس براي شخصي، راي الراي الشخصي كنقول انا كنقول الفكره تاعي وادافع عنها، اقدم المبررات بمعنى اقول لان او بمعنى اقدم المبررات، اجيب عن سؤال لماذا، اقدم الاسباب، اقدم بمعنى اعلل او ابرر الى غير ذلك. مزيان غنشوفوا واحد الاجراء ديال هاد العناصر، ما العلم ان هذا نموذج ليس فقط سوى نموذج بمعنى مقترح، ليس نموذجا مثاليا. كذلك اللي بغيت نشير ليه راه ما عطيتش انا الراي الشخصي ديالي، وانما هنا درت لكم واحد العباره مساعدكم وغنشرح لكم شنو هي الشروط اللي خاصها توفر في هذا الراي الشخصي وفقط، ما العلم انكم انتم كمطالبين كمترشحين ولا كتلاميذ انكم تبداو بالراي الشخصي ديالكم. اذا بحكم اننا كنعالجوا واحد الاشكال ديال اساس هويه الشخص، لا باس اننا نقولوا يتضح ولا يتبين من خلال معالجتنا لاشكال اساس هويه الشخص أن الشخص كائن عاقل ومفكر يتميز بهوية. إذا كنستنتج من خلال تحليلنا النص ومناقشة ديالنا أن الشخص هو واحد الكائن مفكر وعاقل وكيتميز بهوية. مزيان فصيلة، إلا أن مقوم هذه الهوية كيختلف. استنتجنا أن هذا المقوم ديال الهوية هو كيختلف، ما كيتفقوش الفلاسفة على مكون ولا أساس واحد وإنما يختلفون. إذ هناك من يؤسسها بمعنى الهوية، يؤسسها على ما هو داخلي متعلق بالفكر والذاكرة، وهنا حاولت نذكر بالموقف ديال صاحب النص وديكارت كذلك، يؤسسها على ما هو داخل متعلق بالفكر والذاكرة، هذا إشارة وفقط بمعنى كنحاول نعطي إشارة للمواقف وعلى العموم بمعنى شنو العموميات، ما كنخص التفاصيل لأن مجرد خلاصة ولا مجرد استنتاج ولا تركيب، ما خصوش يكون التركيب تاعي ولا الخلاصة تاعي أكبر من التحليل أكبر من المناقشة أكبر من المقدمة. وهناك من يربطه بالمظاهر الخارجية الجسد، إذا كندير إشارة كذلك للموقف الثاني اللي ناقش به اللي هو مثلا ديال جولوك. وهناك من ينظر لهذه المحددات على أنها غير ثابتة ومعرضة للتغيير والتبدل، إذا هذا انتقاد ديال شوبنهاور مقترحا بذلك عنصر ثابت ألا وهو الإرادة. إذا في هذه الحصيلة ديالي ولا هذه الخلاصة ديال التحليل والمناقشة خصني ندير واحد عبارة عن خلاصة واستنتاج لي ما تمت تحليله وما تمت مناقشته وندير نقطة نهاية. مزيان هاني ساليت الخلاصه، الان شنو خصني؟ خصني الراي الشخصي المبني. ممكن نبدا بهذه العباره اخيرا ولا في الاخير، لا يسعنا سوى ان نقول، بمعنى لا يسعنا بمعنى لا يمكننا سوى القول او سوى ان نقول ان اساس هويه الشخص. كنت كنهضر على مثلا على قيمه الشخص، كنقول مثلا ان قيمه الشخص، كنقول ان او اشكال نقول ان مثلا حريه ولا حدود حريه الشخص الى غير ذلك، ولأن الشخص مثلا يتمتع بحرية إلى غير ذلك، على حسب شنو الموقف تاعي وعلى حسب اش من إشكال كنت بصدد المعالجة ديالو. كنقدم الرأي الشخصي، كنقول مثلا أن أساس هوية الشخص هو الفكر، وما كنسكتش وإنما كنقول لأن، داك الشيء اللي درت لكم هنا لأن، بمعنى يجب أن أقدم مبررات. لا بأس أن نجيب أمثلة من الواقع، نجيب شي واقعة، نجيب شي حاجة منطقية، بمعنى أن أحاول أن أقنع الأستاذ المصحح، لأنني ما كنكتبش راسي، أنا أحاول أن أكتب لواحد القارئ لأننا بحاجة إليه اللي هو الأستاذ المصحح، وبالتالي خصني نعطي الرأي تاعي ونقدم مبررات، لأنهم يحاولون أن كيحاولوا يختبروا فينا في هذا الرأي الشخصي هو مدى قدرتنا على أننا ولينا بمثابة الفلاسفة صغار، أو بمثابة أننا تلميذ ولا مترشح، أنني كنعطي الرأي تاعي في شي مجمع وأحاول ولا كتكون عندي القدرة أنني نبرر ولا ندافع عليه، بمعنى أن نقدم حجج وأدلة كما كيديروا الفلاسفة، لأن الفلسفة عبارة عن حاجة
الفيلسوف كيعتير الموقف تاعو كيقدم حجج يدافع عن يعني كيحاول يقنعنا. نفس الشيء خصنا نعطوا الموقف تاعنا، كنقول ان اساس الفكر ولا اساس الهويه هو الفكر ولا هو الجسد ولا هو المجتمع مثلا، كنقدم مبررات ديالي. اذا في الاخير اتمنى لكم النجاح ودمتم محبين للحكمه، ونحاول نلقاكم ان شاء الله في لقاء جاي اللي غنحاولوا نتعرفوا فيه على منهجيه تحليل القوله الفلسفيه ولا سؤال اشكالي مفتوح.